طارق؟ سكنت كل الناس، بس التنظيم ما رح يتركهم بحالهم، لازم لاقي لهم شغل، لازم الكل يشتغلوا بأي شيء. بتعرف شو طارق؟ في مكان بالضاعة يلي حدنا، شو رأيك تسكن قسم منهم هنيك؟ ممكن، كلامك مزبوط، بركي بكرة بروح وبحكي معهم. مناوبتك بتخلص الصبح؟ ايه طارق، بوصلي برهوم عني. ايه؟ تمام، تكرمي. شكرا يا اخي، رجالي بياخذوني. ماشي. شوفي ولك، في اخبار من المضافة يعني؟ الاخبار مو منيحة يا اغا، غسان تقوص. بس زيدان يا اغا لساته عايش لهلا. يا خرب بيتكم شو حمير، شو هالشغل ولك؟ ما خلصتوا هالقصة؟ زيدان جن جنانه جاي لهون يا اغا. خبر الشرطة فورا. ماشي. حياتي بخطر ولك، بسرعة روح. حاضر أغا، على راسي. ولك واطي، صار وقت تدفع ثمن كل اللي عملته. زيدان؟ زيدان أنت شو عم تعمل هون؟ أنت لا تتدخلي ديالا، خليكي بعيدة. زيدان، زيدان فورا اترك هذا السلاح. أنت مانك هيك؟ شو صاير؟ وصلتنا أخبارية، زيدان موجود هون، ملغم جسمه وراح يقتل راسم آغا. لازم نطلع راسم آغا من هون فورا. لا تقربوا لك، لا تقربوا، لا تقربوا. زيدان شو اللي عم تعمله؟ اصحى لحالك. هذا الوقت وقت انتقامي يا دكتور، هذا الرجال هو اللي قتله لأبي وأخي كمان، وهذا الموضوع ما رح ينتسى بهالسهولة يا طارق. ما زيدان رح ينتسى. ما رح تقدر تطلع من هون، يلا اترك السلاح. لا تعمل هيك وترك الرجال. زيدان، زيدان انت ما كنت هيك، اصحى لحالك. زيدان انت تبت، اسمعني منيح، هون في بشر ابرياء كتير. انا كمان كنت بريء، انا كمان كنت بريء، كنت ولد لما بعتني على الجبل، والرجال الاصلي اللي قتل ابي كان عامل حاله ابي لسنين، وانا طلعت على الجبل كرمال هداك الرجال. لو هذا الواطي ما قتله لابي كنت رح كون مثلكن هلا. سألوا لشوف ليش عمل هيك، كرمال المال والملك، كرمال شقفة أرض، وهلا كل هي الأراضي بدي أعملها قبر لهذا عديم الشرف. إذا ما بدكن حدا يموت افتحوا الطريق، افتحوه بسرعة. يلا زيدان، قلت افتحوه. زيدان، زيدان قربتني هيدا. اللي عم تعمله غلط. زيدان، زيدان لا تعمل هيك. لا تلحقوني طارق، لا حدا يلحقني، ها تركني ما في فايدة. يا رب. تعا تعا يا راسم الزفت. تعا معي لشوف. لا تعمل هيك زيدان. طارق لا تلحقني. زيدان اتركه. لا تعمل. طارق ارجع. بدي رجاك زيدان سامي. طارق لا حدا يلحقني. عم ينزف زيدان. زيدان خلص. لك انا قلبي عم ينزف ولك، قلبي عم ينزف. طلع فيني طارق. زيدان اتركه. لو صار وحدا لحقني رح نموت كلنا سوا، فهمتوا علي؟ اصحكم حدا يلحقني. طارق. زيدان. طارق خلص. زيدان وقف. خليني وقف. خليل بترجاك امي لا تعمل هيك. عزيزي قولي له، قولي لابنك لا يعمل شي فيني. خليل ليكو، بعرف بعرف اني اسأت كتير بحقكم، بس خلاص كل شي انتهى، بوعدك الاملاك كلها الكم، وانا عطوني غرفة واحدة بس بكفيني. خالتي. يلا خالتي، خالتي خالتي وقفي، خالتي تعي معي، يلا امشي معي لجوا. يلا لا حدا يطلع لبرا. يلا لا توصلي، لا تروحي لعندك، خالتي رجعكي مشان الله. انا هون كرمال. زيدان انت مكانك السجن. وقفي يا خالتي، اهدي. زيدان اتركوا بقى، ما ظلم بالكون وما اتركوا بقى. لا تجي يا امي مشان الله. يا امي امشي معي، امشي معي خالتي. يلا خليل لا توسخ ايديك بدمه يا امي،
خليل! زيدان! هذا الموضوع انتهى! ما عاد لي محل بهالدنيا، ما رح ارتاح ليموت. عم قلك اتركه بقى! سامحيني يا أمي! زيدان اتركه! لا حدا يقرب! زيدان! خالتي اهدي! زيدان لا تعمل هون! لا تتحركوا! حيوان! دمرت حياتي كلها! وقتلت لي أبي! وضيعت لي عمري بالجبال! خالتي! زيدان! لا تعمل هيك! زيدان! لا تروحي! بوس رجليك لا تقتلني! ولك! ولك بلشت تصير بني آدم! وصرت من التايبين! شو صار؟ انت رجعتني على الوسخ مره تانية. خليل انت بترجعني. زيدان عم قلك اتركه. قلبت لي حياتي فوقاني تحتاني واهلي كمان، وهلا اثنيناتنا سوا مع بعضنا. زيدان لا، بدنا نروح لجهنم. خليل يا ابني. خليل شو خالتي؟ يا راسي اهدي مشان الله. تجهزوا لك خالتي مشان الله. زيدان لا يا زيدان، بوس ايدك. زيدان لا تعملها. خليل لا تعملها زيدان، لا تعملها. بجهنم لا تعملها. بشوفك. لا تعملها. جهز حالك. ابني ابني لا تقتلوا، اتركوه. زيدان لك. لا تفجر هاي القنبلة. آغا شو صار لك؟ ما في شي، حضرتك بالبيت. هنن هون. ها هنن هون. والله هدول بدون يقتلوني من أول ما أجيت من المشفى وأنت عم تشوف نفس الحلم. آغا ما في حدا هون، مين رح يقتلك؟ الحمد لله أنت ببيتك. سكري الباب وقفلوا البيت منيح. خالتي عزيزة، والله هدول بدون يقتلوني. ولك أعراج حلمي، وين كنتوا؟ لا هدول رح يقتلوني انتوا واقفين. آخ يا زلمة آخ، والله العظيم ما عم يصح لي اشتغل شي، دائما تعبان ومهدود حيلي. الأعراج إجا؟ حدا شافه منكم؟ لا خالتي لسه ما إجا. وين كنتوا؟ لا هدول رح يقتلوني. ولكم سكوا. شبك شو صار لك؟ كمان شفت منام مو منيح؟ شو القصة؟ أنا ما فهمت. خالتي عزيزة، خالتي عزيزة، الأغا فاق وعلى الأغلب شايف نفس الحلم، بس هالمرة ما قدرت هدي. دعي خلينا نشوفه. يا أعرج يا أعرج، الحمد لله أنك إجيت. لقيت زيدان؟ مع الأسف ما لقيته عزيزي، يمكن بطل يخلص غسان. عزيزي عزيزي وينك أنت؟ هذا مو صوت رسم أغا؟ كمان فاق من النوم وهو عم يصرخ. لروح وشوف شبه راسم. آخر رح يتحسن، بس انت قل لي اخي الاعرج، شو مشان غسان؟ رح نترك الولد بالجبل؟ خلي راسم آغا يتعافى، على الاغلب رح يساعده. ينزلوا الغسان من الجبل والباقي سهل. يلا لشوفه انا. ويلي شو كان هذا؟ ولك دمرني هذا الواطي، ترى هذا كله منام. زيدان هالكلب ما رح يلمس شعره مني ابدا، وما رح يجتمعوا هو وغسان ابدا. ان شاء الله عزيزه ما تكون حكيت شي لزيدان. ولك عزيزه وينك انت؟ اغا الحمد لله على السلامه. يا اغا الحمد لله على السلامه. يا اغا انتوا اطلعوا لبرا شوي. كل يوم يا اغا بتصحالي وانت عم تصرخ كأنه عم ياخذوا روحك. احكي لشوف راسم آغا، شو هالحلم هاد؟ شو عم تشوفه بمنامك لحتى عم يصير فيك هيك؟ بتضلك تقول رح يقتلوني ويشن جنانك؟ مين هادي اللي رح يقتلك؟
سمعتي الصوت؟ كأنه في حدا ناطر عند الباب. لا تخاف يا آغا، ما في حدا. أنت احكي لشوف، شو اللي عم تشوفه؟ مين بده يقتلك؟ منامه بس، شو بده يكون؟ وكأنه لما بفيق ما بحسه كان حلم أبداً، بحس إنه كان حقيقة، منشان هيك ما عم أتحكم بحالي. أنا كنت عم أقول يمكن المساكين يلي أزاه الراسم آغا جايين بمنامه عم يحاسبوه ويعذبوه. شو هالكلام يا مرا؟ ليش أنا شو عملت؟ فهميني، أنا ما ربيت لك ولادك اليتامى؟ إيه، واحد كبرته والتاني خبيته عني. ولك أنت شو عم تحكي هلأ؟ ليش ما قلت لي إنه زيدان هو خليل؟ ليش خبيت عني؟ أنا كمان عرفت من جديد، كيف بدي أقول لك؟ لقيت فرصة وما قلت لك؟ أنت قلتي له شي يا مرا؟ قلي لي، صار عنده خبر؟ لا، ما عنده خبر، وغسان كمان ما عنده خبر. الاثنين ما بيعرفوا بعضهم البعض، لأنه غسان عصب منك قام طلع على الجبل يا راسم آغا. يعني هو مو بالبيت، ما مو هون، ما هيك راح؟ لا تخافي، لا تخافي، ما رح يصير له شيء. بعتت ورا زيدان مشان يساعده ويجيبه لهون، بس لهلا هو كمان ما رجع. راسم آغا الله يخليك، كون كبير ولو مرة. غسان بين إيدين التنظيم وهن بيسمعوا كلمتك. دخيلك راسم آغا، دخيلك ساعده. يبدو إنك بدك تورطيني مع التنظيم يا مرة. والله بيحرقوني من دون ما يرفلن جفن. حضرتك مالك خايف تحترق بنار رب العالمين وخايف من نار التنظيم إنه تحرقك يا راسم؟ دخيلك يا آغا لا تعمل هيك، كرمال الله ساعد ولادي. بعمل يلي بتقول عليه. يعني زيدان ما بيعرف كمان؟ ما حكيتي شي؟ يا مرة، إذا اللي عم تقولي كذب، والله والله بقتلك إلك كمان. لا، والله ما بيعرف. تمام، أنا رح أساعدن. عم تحكي عن جد؟ بس عندي شروط بالأول. شروط شو؟ شرطي أنا رح تبيعيني كل الأموال والأراضي اللي معك اللي ورثتيهن من جوزك. وشرط تاني، ما رح تقولي لزيدان إنه بتكوني أمه مهما صار ومهما جرى، مفهوم؟ آغا، خذ الأملاك كلهم، بس اتركني يحضن ابني زيدان خليل، اتركني قل له إني أمه. إيه، قولي، وبعدين رح يعرفوا إني كنت السبب بموت أبوهن وحرمانهن منه، وبيجوا ينتقموا مني، ما رح يعرفوا أي شيء. بيصير طبعاً، لحتى يجي هو كمان مثل غسان وبعدين يقول لي نتقاسم الأملاك. لا، ما بدي هالشي، الأموال مشتركة، ليكنا عايشين مع بعضنا ما أحلانا. راح تحل في يمين وعلى القرآن كمان. ماشي راسم آغا، الله والقرآن يلعنوني إذا بحكي شي. أنت بس ساعدهم، وأنا ما رح أقول لزيدان إنه يكون ابني أبدا. غسان، انت قديشك زلمي عنيد؟ إلي كم يوم عم حاول حاكيك. أساساً راسم آغا كمان متصاوي، أنا كيف بدي لاقي أهلي هلأ؟
ولك بدي انهي القصة. رح اخذك منهم، لو شو ما صار رح خلصك. تا 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 تا. بابا بابا. يا بنات الحلوين. لا تنسوا اللي قلته. الله يتقبل منك يا رجال. تسلمي لك. وقفي، شو عم تعملي؟ لا تتعبي حالك وعلى مهلك. خلي الرجال ياخذوا مواقعهم. انت لهنيك، انتوا تعوا معي. وانت هون، فوتوا تعوا معي. السلام عليكم يا حضرة الإمام. وعليكم السلام. مانك ناوي تعزمنا لجوا؟ خلي مرتك تحضر لنا الأكل، وانت اقعد لشوف. رح أحكي معك كلمتين يا حضرة الإمام. ببيتي أنا مالكن خبز بنوب. قولي اللي جاي من شانه، وبعدين اطلعوا من بيتي. طول بالك يا أفندي، لا تعصب. ما شاء الله مو شكلك خايف كمان. المسلم بيخاف من الله وبس. ها، ونحن كمان لازمنا هيك رجال ما بيخافوا أبدا، ما بيخافوا. نحن محتاجين لرجال ما بيخافوا غير من رب العالمين، وبيدافعوا بكل ما عندهم مشان قضيتنا. لا تتعبي حالك، انت بالبيت الغلط. افتح الباب واصحك تفكر تعمل اي غلط. عم قلك افتح الباب. بابا افتح. اختي نسيبة بالبيت يا شيخنا؟ وقفوا هون. اتفضلي سمية. نسيبة عم نلف سكر منشان عرسي، أمي قالت منشان تجي تساعدينا. سمية، أنا عندي شوية شغل جوا، بيجي بعدين ماشي؟ لا يا لا، هذا مستحيل يصير. سمية ما بصير تتزوج. دخيلك يا ربي ساعدني، لازم اطلع من هون، لازم امنعها بأسرع وقت. وقف غسان، لوين رايح هيك؟ وقف مكانك ولا تورطنا بشي، فهمت؟ ارجع. ليك حبيبي، نحن سبب زيارتنا لعندك واضح كتير. نحن عم نشتغل كرمال قضية شعبنا وإصرارنا للدين وللدولة كمان. نحن مسلمين كمان، فهمان؟ ومن الحقيقيين كمان. وهلا نحن محتاجين كتير لدعم رجال الدين يلي مثلك. انتوا اللي بتعرفوا مقاومة الشعب؟ واللي عم بتدافعوا عن الدين والأخلاق؟ مين من رؤسائكم شفناه عم يسجد سجدة واحدة لربه؟ ولما منسأل بتقولوا إنه لما كانوا أولاد كانوا عم يصلوا. كأنه الدين والإيمان محصور بالأطفال وبس. لا، مفكرين إنه نحنا ما منعرف حقيقة توجهكم. عاليادي اليادي اليادي يا أمي العبادي. حبيب تعال شوي، تعال حتى ضيفك سيجارة، تعال. العمر يحشكم بتقرف. يلا نام هون شوي وأنا رح خلص على الباقيين. ليك شيخنا، عم يحكولكن عنا بالسيء وبس. نحن مقاومتنا مو بس كرمال شعبنا، نفس الوقت كرمال ديننا كمان. شعبنا من المسلمين، وبهي الحالة منكون عم نحمي ديننا كمان. أنا بعرف كتير منيح مين بتكونوا. بتستخدموا الدين لمصالحكن بس. لا، عم تحاولوا توصلوا أفكار عديمي الإيمان للناس المؤمنين، والمؤمنين منكن كمان ما بتسمحوا لهم يعيشوا. ليك شيخنا،
الأخطاء لابد منها، بس كل شي بيتصلح. بسبب كم واحد من اللي غلطوا من التنظيم. ما لازم تبيعوا التنظيم، ما هيك يا سيدنا الشيخ؟ كم واحد من الغلطانين، ما هيك؟ وشو قول عنكن انتو؟ حتى أحذيتكن ما تركتوها برا. أنا دائماً بصلي هون. بتدخلوا مثل الوحوش على البيوت وبعدين بتقولوا كم جاهل. إذا خلصتي كلامك ممكن تطلعي من بيتي هلأ. أنت شو عم تحكي معي يا آدم أفندي؟ طلع فيني. نحن منعرف التنظيم على أنه ديننا، فهمان؟ لو ما كان التنظيم اللي مثلك ما كانوا قدروا يتجولوا ويحكوا هيك، فهمت علي؟ ليك هلأ ما رح طول بالحكي. إذا ما كنت معنا قلباً وقالباً رح هد كل شي على روسكن لحتى تعرف تحكي. شو عم يصير؟ يلا يلا، لك كيف عرفوا إنه هون؟ ليش ما حدا خبرنا؟ آدم أفندي فكر منيح، عندك مهلة يوم بس، لا رح تقدر تصلي بالجامع ولا رح تلاقي حدا لصفك، فهمت علي؟ بقولها مرة تانية، ما رح تلاقي جماعة إلك. لا تكون بالصورة. العسكر جايين، العسكر جايين، يلا استعجلوا، يلا جايين من هنيك، يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا خلونا نمشي، امشوا يلا بسرعة، يلا يلا ركود بسرعة بسرعة. يلا ركود ركود بسرعة. يلا غسان وقف وقف شوي، انت رح تجي معي. زيدان اجيت بوقتك، بدك تساعدني. معناتها رجع لك عقلك، ما امشي امشي. عم يهربوا، وقفوا. شو؟ قولي على المصيبة، صراخ ولك صراخ. تركني تركني ولك. إذا بدكم تقربوا بدي أقتله بأرضه. ها قتلوا لك، إذا أنت ما قتلته أنا رح أقتلكم. مسكوا لهذا، اركضوا اركضوا بسرعة، مسكوا. انتوا اثنين لهونيك وانتوا من هون، ماشي. يلا اركضوا. سمية غسان شو صاير لك؟ انت صرت من الارهابيين؟ اللي سمعته مزبوط قليلي. عم اسألك مزبوط يا سمية؟ امشي يا سمية. اللي سمعته مزبوط وهي جاوبتك، اترك البنت بقى. لا تعملي هيك يا سمية، ليكني هربت من التنظيم. انتهينا من هذا الموضوع بقى، تركني لا عاد تلحقني. أنا راح أتزوج، وإذا شافوك عم تلحقني أبي وخطيبي رح يقتلوك. انساني بقى، انتهينا. حاجة تبكي. شو بتعمل هنيك انت؟ الهربان هرب من هنيك. رح أهرب من التنظيم يا سمية، رح أهرب واجي اختفي، ما رح أسمح لحدا يتزوجك. بسرعة بسرعة. الله يلعنكن خوني أولاد الخوني. ليكن واطي هونيك. صوبتي كابتن سوسن؟ تقواس روحوا ورا، يلا ورا. لا أولياء ما بيكون بعد كتير ورا، يلا اركضوا مسكوه، يلا اركضوا بسرعة. العمى ولك شو هالمرة هي؟ رجعت تصاوبت يا زيدان الحيوان، الله لا يوفقكن. العمى ولك أنا شو رح أقول لخالتي عزيزة هلأ؟
ولك زيدان ما وفيت بوعدك، ما قدرت تخلصوا لغسان. يا مرة ليش عم تدخلي من دون صوت مثل الحرامية؟ حكيت معهم يا راسم آغا، التنظيم رح يتركوا ابني غسان؟ مو اللي بالحلم رح يقتلوني، انت اللي رح تقتليني. لا تأخذني راسم آغا، بس ما عاد صبرت، حكيت مع الجماعة. صبري شوي يا مرة، صبري شبكي، مين رح ألاقي بهذا الوقت وأحكي معه؟ خلي الصبح يطلع، وعد مني رح أتصل بمعارفي وبحل الموضوع. اجوا رجال من التنظيم يا أغا. شوفي ليش ولك؟ ما بعرف يا أغا. بما أنه هن اللي اجوا، احكي معهم بموضوعي أنا كمان. تمام، انت اطلعي لشوف. خذ الرجال على الصالون يا أعرج. لك شغل شو بهي الساعة؟ شو بده التنظيم مني بهالوقت؟ أهلا وسهلا يا بيك. أهلا فيك. ما تواخذني، ضايقتك بهيك وقت. مضايقت شو؟ على راسي. تفضل، خليني ضيفك شي. لا لا، ما رح ضل كتير يا راسم آغا، بس في موضوع بسيط، وكمان صارت فرصة كمان لحتى نقول لك الحمد لله على السلامة. رح أقول لك شغلة وروح فورا. تفضل لشوف، احكي. تنظيم الأسبوع الماضي أخلى ضيعة، والناس إجت لهون وانت عطيتهم بيوت. ايه عطيتهم، بس وحياتك ما رح يبقوا هنيك دائما. راسم آغا هذا الشي ما عجب التنظيم أبدا، يا أما بتطالع هدول الناس من البيوت لحد الصبح، يا أما ما رح نكون أحباب بعد هلأ. ولا وليش معقول هالشي؟ استغلوا اني كنت منصاب. انا اصلا حكيت معهم لا تاكل هم ابدا، لحد الصبح ما يطلع بيكون البيوت فاضيه. ليه؟ ايه ما دام هيك انا بستأذن. عفوا، بس انا كمان لي طلب صغير عندكم. عندي ولد عندكم بالجبل اسمه غسان، الكلب ابن الكلب طلع على الجبل بس لحتى يتقاوى علي، ما دخلوا لا بالجبل ولا بالتنظيم منوب. إذا بتخلصوا عليه بعملية صغيرة بتريحني. كيف يعني؟ بصراحة ما فهمت. قصدك نحن نقتل ابنك؟ لا، مو مثل ما لك مفكر حضرتك، غسان مو ابني أنا أبداً. أنا ربيته لأنه يتيم، رعيته وقلت عنه ابني. طلع ناكر للمعروف وخاين هالعديم الشرف، وعينه بأملاكي وبحياتي، شو أعمل فيه أنا؟ خليه يموت وأخلص. أكيد معك حق، ما تاكل هم، لما بيعمل هيك رح يلاقي عقابه. أنت لبقى تفكر فيه، بس لازم تخلص موضوعنا دغري. ها إذا تأخرت ما رح يكون منيح. ها ما تاكل هم أبداً. يلا بالإذن. بالسلامة إن شاء الله. خاطرك. يا أعرج، اجمع لي الرجال، رح تطلعوا على المنطقة فورا. ضل شوي زيدان، تحمل ضل شوي. أخ أخ يا رجلي، أخ أخ أخ، رح موت قبل ما الاقي أهلي. أه 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 يا اسم الله. أه 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 وقفوا، شو عم بيصير؟ ليش الكل مستنفرين هيك؟ لازم أغا طلب انه نفضل البيوت اللي بالمنطقة. بس ليش؟ هدول الناس وين بدهم يعيشوا؟ لا تعملوا هيك يا أعرج. ما فيني يا أختي عزيزي، الأوامر من الكبير. الله رح ينتقم منك يا راسم آغا، ما رح تنفذ من عقابه. خالتي عزيزة، خالتي عزيزة. زيدان، زيدان، هذا أنت يا ابني؟ ليش حالتك هيك يا روحي؟ ما قدرت جيب ابنك يا خالتي، سامحيني ما قدرت.
ما راح تقولي لزيدان انه بتكوني امه مهما صار ومهما جرى، مفهوم؟ يا ابني خليني نادي لحدا ياخدك على المشفى. ما فيني، مستحيل خالتي، جرحي مو خطير. هلا انت جيبي لي شويه اغراض، ما في داعي للمشفى. هي مو اول مره بتصاوب، انا بدبر حالي، سهل كتير. ما دام هيك تعا معي يلا. بس كرمال الله يا خالتي ما حدا يصير عنده خبر، والله اذا لقوني ما رح يتركوني اعيش. لا تاكل هم ابدا، رح خبيك بمكان ما حدا يقدر يلاقيك فيه. تعا. ماشي خالتي. هذا غسان اللي اجا؟ شو صار بغسان خالتي؟ مين هاد؟ شو عم يعمل هون؟ وطي صوتك بتول، يلا ساعديني، خلينا ناخده على الغرفة، يلا يلا. شكرا خالتي، الله يرضى عليكم. على مهلكم. على مهل. خلص 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 خالتي تمام. شوي شوي. على مهلك. على مهلك يا ابني. تمام خالتي تمام. خلص بتول، إذا رح تفتحي تمك عرفي إنه ما رح يصلك. طيب ما حدا رح يدرى بزيدان، فهمتي علي؟ هاي الأوضة رح تتسكر وما حدا رح يعرف. تمام خالتي. لا تعصبي عليها. ما فيني شي زيدان. الله والقرآن يلعنوني إذا بحكي شي. أنت بس ساعدهم وأنا ما رح أقول لزيدان إنه بيكون ابني أبدا. أنا فورا رح أجيب لك اللي طلبتم مني. ماشي خالتي، يسلموا إيديكي، بس بسرعة شوي. أخ يا ابني أخ، جيت لعندي وإنت جنبي بس مو قدراني أحضنك وأقول لك إنك ابني. دخيلك يا ربي، شو هالظلم هاد كله واللي عملوا فيني راسم. أعطيني ومنحني الصبر يا رب، أعطيني القوة لأتحمل. العمى العمى شو أغبية، لو كم مرة صاروا لهلأ ما كانوا يعرفوا يصيبوني، بدهم كتير ليتعلموا. يلا صاروا يلا نروح من هون. شو عم تصوتوا؟ عم تخافوا من ربكم؟ حركوا امي. امشوا امي، شو شاء الله شبكي امي. ولك اطلعوا من هون يلا. بزيدك. يلا صاروا يلا ندعوا. لك انت وافي بقلبكم رحمة، نحن لوين بدنا نروح؟ الدولة عم لوين بدنا نروح؟ اتركونا بحالنا بقى. هون مو بيوت الدولة، هون بيوت راسم آغا، اعطاها للدولة مؤقتا بس. امي انقلعوا روح من هون يلا. الدولة اللي ما حمتكم بضياعكم رح تعطيكم بيوت هون بالمنطقة. نلعوا من هون وروحوا حاسبوا الدولة. نلعوا من هون يلا. نلعوا نلعوا يلا يلا طلعوا يلا حركي يلا نلعوا من هون يلا يلا يلا. وقفوا يلا تحركوا. وقفوا، انتوا شو عم تعملوا؟ شو عم تعمل؟ امي مشان الله في نحن حكينا مع راسم آغا. والله نحن ما دخلنا بشي يا سيدي. راسم آغا قال طالعون ونحن عم نطالعون. كل هالناس، النسوان والأطفال، لوين رح يروحوا؟ وين رح يناموا؟ فكرتوا بهذا الشي؟ أمي أمي بجوع الله رد علي. عبدو خدوه على السيارة فورا. شي يلا خدوه على المشفى. يلا يلا وقفي يلا امسكوها. يلا اسندوا علي. امي يلا امي على مهلي. يلا على مهلي. انا رح طالع قرار من الوالي، واذا اضطر الامر رح حط ايدي على هاي البيوت. لحد هداك الوقت خلوكم جاهزين، لحد الظهر رح نسكنكم بالخيام، وبعدين ما رح اترككم هيك، ما تاكلوهم ابدا، انا بعطيكم وعد. يلا يلا طلعي. تعال هون بسرعة، استعجل شوي. يلا يلا نزلوها. كرمال الله ما يصير له شيء لأمي يا سيدي. إذا صار شيء لأمي أنا شو بدي أسوي بحالي؟ أنا مالي حدا غيرها بالدنيا، دخيلكم ساعدوني دخيلكم. اهدى ما تاكل هم ما تاكل هم. حبيبي شو صار؟
راسم أغا طلب إنه يطالع الناس من بيوته، لازم لاقي لهم مكان يباتوا فيه. طيب شو رح تعمل؟ ما بعرف ديالا، بتعرفي الضيعة اللي جنبنا؟ رح روح لعند الإمام تبعها، كان فيها بيوت فاضية كتير، قسم منهم رح يسكنوا هنيك والقسم الثاني هون بالمنطقة. طيب مدام هيك أنت روح حاكي، أنا بهتم بهاي المرأة. ماشي حبيبتي. ولك أنا كيف رح أهرب من هون؟ رح يزوجوها لسمية. دخيلك يا الله ساعدني، شو أعمل هلأ؟ أخ زيدان أخ، كنت رح تهربني وما أحلاك. قدامي ولك قدامي، ليش واقف هون؟ المناوبة عليك هلأ. مناوبة؟ فورا رايح فورا. ولك انتظروا علي شوي، رح أهرب من هون بأسرع وقت. هلأ صار دوري بالمناوبة. ماشي. يلا يا غسان، هلأ الوقت المناسب. الإمام مبين أنه عنيد كتير يا عدنان، وبيعرف سياسة التنظيم منيح. هذا الرجال عائق كبير بالنسبة إلنا، أنت الوحيد اللي ممكن أنه تكسر عناده، لأنه التنظيم بده ندخل الضيعة. ما تاكلي همي، رح أضربه بأكثر النقاط حساسية. خدية مني، الكل رح يصيروا من التنظيم بعد ما يطلعوا من الضيعة. هلأ مو وقته أبداً. بس كنتي فاضية وقت التقينا. ولك شو عم يعمل هذا الرجال هون؟ أنا رايح، في حدا شافني. خالتي لا تأخذيني، ما قدرت أخلص لك ابنك. أخ لو كان غسان كمان هون، بس رح يكون إن شاء الله. كيف رح يكون خالتي؟ يسلموا إيديكي بنتي. قالت لي بنتي، والله قالت لي بنتي. يا بنت شو عم تعملي هون؟ ابدا ولا شيء ابي، شو بدي اعمل يعني؟ اختي عزيزه. وقف زيدان، اعرج يا اعرج اعرج، خلينا نحكي شوي. راسم اغا ما عنده خبر، ما هيك؟ مين اللي جاب هالواطي لهون؟ انا رايح خبر راسم اغا. وقف يا اعرج، انت شو هاد اللي عم تعمله؟ انا مالي عندك غلاوي ابدا. مين اللي دخل زيدان على البيت؟ انا دخلته يا اعرج، انا دخلته وتصاوب لانه كان عم يساعد ابني غسان. اتركه على الباب يعني؟ والله انا ما دخلني، اذا راسم اغا سمع انه خبيت عنه هالشي والله بيقوصني. طلع فيني يا اعرج، يا اما بتنسى هذا الموضوع او بتنسى البنت اللي شفت لك اياها. خلصينا بقى اختي عزيزه، انا مو ولا انت تضحك علي. المره الماضيه كذبت علي هيك، انا لا شفت لا بنت ولا غيره. ما تأخذيني أبداً، هذا الموضوع ما بيتخبى. تمام ولك أعرج، رح أعطيك الزنار الذهب يلي لبستني يا أمي وقت عرسي على الآغا، أبلان؟ قولي والله، مدام هيك ماشي. شوفي ولك أعرج، ليش صوتكم طالع؟ ما في شيء أغا،